يلا نعمل مع بعض فطير مشلتت على الطاسة. جميل قوي قوي يا بنات، شايفين الطبقات عاملة ازاي؟ مورقة خفيفة جدا جدا، ده على الطاسة من فوق ما شاء الله. جميل، ده اتعمل معانا في دقايق، وهنقدمه مع جبنة قديمة وطحينة وشوية عسل، وتاكلي بالهنا والشفا والعيال ياكلوا معاكي. وجبة سريعة وخفيفة وسهلة، واقول لك تكتها كلها سهلة جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا طاقيه؟ عاملين ايه؟ احوالكم ايه؟ يلا نشتغل مع بعض نعمل فطير مشلتت النهارده. ممكن اعمل اتنين على الطاسه او في الفرن، مش هتفرق، هي طريقه التوريق هي المختلفه. يعني هي هعديكم طريقه توريق النهارده جديده سهله. يعني طريقه التوريق اهم حاجه فيها انك بتبقي ايه، بتحطي طبقه سمنه او زيت بين الحاجه فيشتغل معاكي كويس. معانا المقادير بتاعتنا، المشلتت ملهوش مقادير، بمعنى ايه؟ يعني شويه الدقيق اللي انت عايزه تعمله. طب انا هعمل النهارده، انا ممكن اعجن المقدار الدقيق اللي انا عايزاه كله واعمل فطرتين وبعدين الباقي ايه ما كملوش. انا جايبه كيلو دقيق اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل معاها حته جبنه قديمه بطحينه شويه عسل ما شاء الله. يعني ممكن انا اعمل العجينه دي، افرضي انت في وقت متاخر او بدري قوي وحسيت انك العيال كلوا وشبعوا ولسه فاضي العجينه، عادي العجينه هتلفيها في كيس، استنى بس عشان الدنيا بتبهدل كده مره واحده، هتلفيها في كيس وتروحي طفي الثلاجه من تحت، ما بتحمضش ولا اي حاجه ما دام معلهاش بيكنج بودر ولا اي حاجه خالص. ثانيه واحده بس كده، معلش بقى خلاص. اساس العجينه دقيق، نص كيلو دقيق بياخد معاكي معلقه سكر اهي، معلقه سكر. السكر يا ست الكل بيخلي عرق العجينه يلم معاكي بسرعه وطعمها حلو وتستوي في الفرن حلو، لان السكر رافع لدرجه حراره العجينه. احنا معانا نص كيلو، هعمل احط معلقتين سكر، ونص كيلو دقيق بياخد معلقه شاي ملح اهي. الملح لو كترتيه بيقطع لك عرق العجينه فتلاقيها بتقطع معاكي، وفي الافران ما بيحطوش ملح خالص خلي بالك. خلاص انا دلوقتي اساسنا ايه؟ الدقيق والسكر والميه. عايزه في ناس بتحط بيكنج بودر لكن الخميره لا، لان العجينه بتاعتنا اصلا مش مطلوب منها ان هي تخمر. انا وبعدين تحط ميه. طب انا عايزه العجينه بتاعتي طعمها حلو، هحط شويه قشطه في العجين خلي طعمها جميل، سواء عملتها في الفرن او عملتها من غير فرن بيبقى طعمها حلو. وديت نقطه اختياري اختياري، وما تحطوش دهون كتير، وميه انا بس بقى وميه عاديه خالص يا بنات. انا جربت الميه المغليه لما كانت الفيديوهات بتاعه الصينيين دي وانا كنت بنشرها، هتلاقيني نشره، ما عجبنيش موضوع الميه المغليه قوي. ليه؟ بيخلي الدقيق يستوي اي وطعمه حلو، بس ما بياخدش معاكي ميه فتلاقيه ناشف، ما بياخدش كميته في الميه في العجين. إيه يبقى؟ دقيق وسكر وسنه ملح صغيره وميه، ده اساس العجينه. اي حاجه بعد كده تاليف من عندنا، يعني حته القشطه دي تاليف من عندي. ليه؟ لان عايزه طعمه يبقى حلو شويه، العجينه نفسها تبقى حلوه، وشويه لبن اهو، وهكمل بقى ايه؟ لا اله الا الله، بشويه ميه. طبعا اللبن ده موجود عندي في الثلاجه، العيال شبطانين فيه والله. يعني اللبن انا شاريه كيلو لبن ميه ب 14 جنيه، شاريه 2 كيلو ب 28 جنيه. طب انت غشينهم ليه؟ طب ما انتوا زودتوا سعر الحاجه واحنا بناخده. يعني بقى الواحد يشتري بقى من الحاجات ديت ويقول في الاخر اهي على الاقل مضمونه. عجينه المشلتت يا ست الكل بتبقى، احط شويه صغيرين بس كده كمان عشان العجينه ما تطرش مني قوي، يبقى طعمها حلو. دي اضافات من عندي، لكن اساسها ميه. بس احنا فين؟ ميه عاديه خالص اهي. هتلاقي الفيديو اللي قبل كده كان فيديو المخلل الخيار، كانت دي بقيه الميه اللي انا كنت مغليها. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعجني بقى يا ست الكل. المفروض ان متهيألي الميه كده زياده. لما بتيجي تعجني ما بتجيبيش على قد بالظبط، عشان الحركه زي اللي انا عملتها دي دلوقتي هتبقي مضطره انك تضيفي دقيق، فما تحطوش ميه كتير، لان في حاجات كتيره ما بتاخدش ميه كتير. الدقيق اللي معايا ده ما بياخدش ميه كتير اهو. طبعا ما ينفعش كده، ده هياخد شويه دقيق حلوين كمان. سايحه خالص اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم مع بعض تركات النهارده حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، مش لازم تعملي الكميه كلها، لان يعني انا ممكن اعمل شويه العيال يتعشوا بيهم شويه، والباقي اعمله بكره. اعمل شويه على الطاسه شويه في الفرن. العجينه بتاعتك بتتلف في كيس مدهون شويه زيت وتحطها في الثلاجه او في الفريزر، وقت ما هتطلعيها وتشتغلي فيها كانك لسه عجناها. انا ساعات بحطها في الثلاجه تحت اسبوع ما بيحصلهاش حاجه، بيبقى مثلا كل يوم عايزين مثلا حته فطيره مع عسل مع حته جبن،
بيبقى تغيير برضو يا جماعه. عجينة المشلت بتبقى ماسكه نفسها، مش طريه، مش هي مش قرص، عشان ما تيجي تفرديها ما تقطعش. هتقولي لي وفيها ايه لما تقطع؟ لما تقطع وتيجي تفرديها مش هتلاقي العجينه بتاعتك اما تستوي هتلاقيها مقطعه، يعني مش هتلاقي ورقه المشلتت كبيره كده وموصله لبعضها، ما بيبقاش نتيجه حلوه. لكن هي لو قطعت معانا واحنا شغالين الدنيا ما نهدتش طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي الايديه دي شويه صغننين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تحطي شويه بيكنج بودر، حطي مش فرقه يعني، يتلزق في الايد بس سايبه ايه رخامه. وتقدري تحطي لها حته زيت، بس انا مش عايزه احط لها زيت. ليه بقى؟ عشان اعرف تاخد دي قد ايه. اصل انا لو عملتها الزيت هيخليها تسيب الرخام، بس مش هيعرف كميه الدقيق بتاعتك العجينه بتاعتك مظبوطه ولا لا، انت فاهمه؟ فعجينه المشلتت اهو، ايوه كده، شفتي كده هي انظبطت. لكن لو حطيت زيت وهي طريه كان هيبقى مشكله، كانت هتبقى طريه معاكي قوي. عايزه مساحه؟ مش عايزه مساحه ولا حاجه، يعني انا عجنه قدامك في حته صغيره خالص اهي، انا الرخامه بتاعتي صغيره خالص، ودي مش رخام، ده غطا البوتاجاز، حتى بصور عليه لان الرخامه بتاعتي يا دوبك اهي اخرها هنا، لكن غطا البوتاجاز هو اللي ما شاء الله كبير يعني، وبينغسل بقى ونضيف. الرخامه بتاعتي باينه من تحت اهي. اللي بيقول لك بقى المشلتت ما مش عايز عدني، لا يا ست، عشان يتعمل عرق. وتسيبه بقى ايه تجني على قد ما انت ممكن تريحيها شويه كده اهو، بس تغطيها بالكيس اهو. استني كده اهو، لما نحط الزيت بقى تلاقيها ايه بدات تقلب قطن بقى. خدتي بالك احنا لما حطينا الزيت ممكن تحط عليها الزيت فوق كده وتروحي مغطيها كده خلاص، او تجيبيها هنا اهو بدل ما نقعد نغسل. ممكن تحطها اصلا لو عايزه تغسلي المواعين وكل حاجه تبقى نظيفه، تجيبي ليها زيت وتروحي حطها في كيس وتقفلي عليه، او حطيه هنا اهو. اهي وكيس من المطبخ نظيف اهو. في الاحيان دي بقى هنعمل ايه؟ بصي بقى هنعمل ايه، ثانية واحدة. دي زبدة جاموسي مخلطة بقري، شارية منها كيلو 110، ديت من صفايح، يعني من صفايح يعني مش بتاعت فلاحين، قشطه من على حليب. شويه الزبده المهمين جدا. هتقولي لي انا عندي زبده مش عايزه احط زيت، شوفي بدات تفك على طول ازاي لانها خفيفه، لسه مطلعاها من الثلاجه. ممكن تحطها كده تبقى كريم كده اهي، طلع شرش كتير. المهم يعني شويه الزيت دول، انا جربت اعمل المشلتت من غير زيت ما نفعش، ما كانش حلو، كان باهت ومش حلو خالص اهو. هسيب العجينه بتاعتي تريح من نص ساعه لما فوق، اقل من كده لا، لاني بلاقي ناس يقول لك خمس دقائق ودقيقه ونص. لا 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 لا، اولا العجينه مش هيبقى طعمها حلو، وهتيجي تعمليها تلاقيها مبلطه وانت بتعمليها. ده بعد ما احنا نفرد ونحط الدقيق والسمنه وكل، لازم برضو يستريح قبل ما تحطه في الطاسه او في الفرن. الشغل بتاع الدقيق كله، كل الدقيق لازم يكون مستريح. هحط شويه زيت حلوين، مش لازم استهلكهم كلهم، انا ممكن احط على قد في الفطير وفي الباقي اشيله في الثلاجه عادي ماشي. شوفي العجينه، بصي بقى كده، عايزه اوريكي حاجه، العجينه لما بدات تريح معانا شوفي بقى عامله ازاي، لوس خالص خالص، جميلة. نعم شفتي، نسيبها تريح نص ساعة ونروق الدنيا حوالينا كده ونسيح دي على النار، يا دوبك تفك بس. بس نرجع كده ريحناها فترة حلوة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي، وحتى لو حطيتها في الكيس تروحي دهنا الكيس زيت وحطها فيه اهو. لازم العجينة بتاعتنا تعتبر بمية بس. ثانية واحدة، هنقطعها بقى تقطيعات. بص هقول لك حاجه، لو انت ما عندكيش مكان هنقطعها تقطيعات صغيره، لو عندك مكان هنقطعها تقطيعات كبيره.
ماشي بصراحه من حاجه ماسكه نفسها وحلوه. شوف العجينه عامله ازاي، لازم العجينه تستريح اهي، ونغطيها في الزيت كده. التقطيعه الصغيره تخليكي تفرديها زي الشاشه كده في المكان الصغير. شوف العجينه بسم الله ما شاء الله جميله اهي. طبعا في الحر في الصيف، احنا في الشتاء دلوقتي الجو هنا بارد، في العجينه ماسكه نفسها. في الصيف بتلاقي العجينه سايحه منك، فتحطها في الثلاجه من تحت. هعمل واحده على البوتاجاز من فوق والباقي في الفرن، يبقى عندك جميع الاختيارات اللي انت عايزاها. شوف العجينه بسم الله ما شاء الله، لوز يا عيال لوز اهي. ممكن تقطعها تقطعات اصغر من كده كمان، يعني انا لو جيت اعمل افرد ولقيت تقطعات كبيره هصغرها، ما تاخدش حاجه، بس انا كده كده هصغرها لاني ما عنديش مكان للفرد. هقول لك تعمليها من فوق البوتاجاز ازاي وفي الفرن ازاي. في انا بصي بقى عشان الامانه، يعني الامان، فوق البوتاجاز ليها طعم وفي تحت البوتاجاز ليها طعم، الاثنين حلوين. اهم حاجه تستخدمي زبده نوعها حلو، وانا عجنت بحته قشطه ولبن عشان يبقى برده طعمها حلو. سواء لاني ساعات ببقى عايزه اعملها في الفرن والاقي الوقت مش مناسب، يعني مثلا عايزين ياكلوا دلوقتي اهو، ففوق البوتاجاز بيبقى بينجز خالص، فلازم اكون عجناها عجنه حلوه. شوفي اهي باينه لك، شوفي العجينه عامله ازاي جميله والله. وممكن نصغرها عن كده وممكن نكبرها عن كده. الفكره في عدد التوريق. التوريق يعني ايه؟ يعني بتفردي حته عجينه ويبقى في وسطها سمنه زبده يعني، وممكن تحط سميد في النص، شويه دقيق شويه نشا، بتساعد ان الحاجه ما تلزقش في بعضها وانها تبقى منفوخه اهو. وتسيبي برده دي تريح شويه، بنغطيها بكيس، الكيس اللي انا كنت مغطيه او صينيه، وتسيبيها تريح. وبرده لما نفردها بسمنه او بزبده، يعني الزبده غير السمنه، لازم تحطيها. بصي تجيبي الزيت وتعملي كده عشان يقفل لك المسام من فوق ما تقشفش معاكي. انا في الشتاء الجو برد فهسيبها بره، في الصيف بتسيح مني العجينه قوي لان الجو بيبقى حر، وهي ميه ودقيق بس. حته جبنه قديمه يا عيال بقى، شويه عسل، يا نهار ابيض. العجينه بدات تريح وانا شغاله، تعرفي ازاي ان هي ريحت؟ بدات تفرش معاكي كده، مع حته عسل اسود بقى، حته جبنه، وتتاكل حاف كده. انا عجنها بشويه لبن وشويه قشطه، لو العيل حطها في ايده قاعد ياكل منها بالهنا والشفا اهو، بيبقى طعمها جميل. وبعدين انا بعملها بزبده فلاحي او اعملي بزبده صفرا زي ما انت، في زبده توريق انا لفيت عليها والله عشان اجيبها، ما عرفتش اجيبها خالص. لو انت عملتيهم على البوتاجاز من فوق هيبقوا عباره ان كل تقطيع هتبقى فطيره. 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 هيبقوا كبار، 17 اهي، هحط هنا بقى في الفخار ده 18. ممكن توصليهم 20 لو انت عايزه ايه توصليهم 20، لكن هتعملها في الفرن من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، جميله خالص على فكره، بس انا مش عايزه احط زيت تاني يا اختي. ازازه الزيت بقت بمبلغ وقدر، طب وجعت دماغي والله. يلا الحمد لله، عايزين نرتبهم ترتيبه حلوه كده اهو، كل صف 3. خلاص كده ونجيب الكيس بتاعنا اهو، نحس ان الكاميرا مشبره اساسا. الكيس اهو اللي انا كنت مغطيه بيه البرنامج تاني، ما تكلفيش نفسك حاجه، احنا بنبقى بنعمل لك شغل عشان اليوتيوب بس، انت بتتفرجي وانت مبسوطه، لكن انت في البيت ما تتعبيش نفسك باي حاجه اهو. تخليها نص ساعه تريح ونبتدي بقى ايه. شوفي السمنه بتاعتي اهي، ثانيه واحده، الزبده طبعا، وعشان تعرفي ان الزبده بتاعتك حلوه ولا لا او اصليه ولا لا، والزبده نيوزيلندا بالذات، لازم تشبيره اللبن دي اهو، لازم تشبيره اللبن دي عشان ما تعرفي ان مفيش ايه لعب في الحاجه بتاعتك اهو. ريحتها جميله، ريحتها قشطه. نحط شويه زيت كده اهو، لازم شويه الزيت دول، سيبهم يريحوا بقى ونرجع نشتغل تاني. يلا بقى نشوفوا بعد ما ريحت فتره حلوه، هعلمك تركات حلوه بقى. بصي بقى انا معايا هنا اهو، عشان الدنيا بتبقى شويه سمعانه بس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، الزبده بتاعتنا اهو، الجو اصلا بدا يبرد اهو، الزيت هياخد طعم الزبده اساسا. بسم الله الرحمن الرحيم، خدني بس بحول الله يا رب. بصي يا ست الكل بدا يريح اهو، تعرفي ازاي؟ انه شوفي بينزل معاكي بصوابعك اهو، خلاص
هناخد ايه؟ وتاخدي بقى من اللي قطعتيه الاول، دي اول واحده اتكينا عليها وكانت نازله خالص اهي، وتغطي عشان ما ايه، ما هنبعد بقى خالص ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول تركايه الدقيق يساعدك انك تفردي بسهوله من غير ما يتقطع منك، وتقدري تاخدي اكبر فرد باقل سمنه. هتقولي لي مش هيبقى محبب ومكتل تحت، هقول لك بس اصبري، بس اصبري، مش هنغرقه دقيق ولا حاجه. العجينه معانا حلوه اهي، انت عارفه لو في الصيف دي كانت بهدلتك دي، ممكن تقطع العجينه اصغر من كده. يعني انا لو جيت لقيت العجينه بتاعتي واخده مساحه يعني ما انفردتش، والازاز اللي تحتها ده بان، هقطع العجينه اللي بعدها. هفهمك حاجه، في ناس في الفيديوهات التانية يقول لك طب ممكن نسمك العجينه كده ونعمل كده لا يعني هتستوي ورقه العجين كده ما بترفعش، فالنقطه دي تخلي بالك منها. انا طبعا هحاول اعملها شكلها منتظم، هحاول ساحاول اهو. ولو هي ما فردتش معاكي بسهوله يبقى عايزه تريح تاني، ما احنا على ما نفرد دي هيبقى الكل الباقي بقى ريح بقى. شوفي التحبيبه دي عشان العجينه حلوه، حاول افردها بقى ايه على قد ما اقدر. اول واحده ديت انت بتجربي فيها المساحه بتاعت المكان بتاعتك، كده كده هتبقى كبيره معاكي ولا صغيره اهي. انا مش عايزه اتقل الدقيق قوي، بس الدقيق هيخليكي ايه تشتغلي ايه من غير ما الحاجه تقطع معاكي. شفتي بتفرد من تحت ايدينا ازاي؟ سهله خالص. والفكره دي بقى ايه؟ ما بتاخدش مكان، ما بتاخدش مجهود، بتعمليها وانت واقفه في اي مكان عندك متوفر، ما بتاخدش سمنه كتير ولا زبده كتير ولا اي حاجه خالص. طبعا الحتت اللي بتلزق لازم يبقى الدقيق موجود. عايزه تحط زيت حطي، بس ديت انا شايفه ان هي احسن من الفرد على الزبده. الزبده عايزه مكان وتاخد منك كميات اهو، فهي خلي بالك عامله زي ورقه الجلاش بالظبط، شايفه عامله ازاي؟ وما انقطعتش، نتمنى ان هي ما تنقطعش، حتى لو انقطعت مش مشكله، بس ما ينفعش ان العجينه بتاعتك كلها تبقى مقطعه. لازم تهوي العجينه كده، تدخلي لها هوا من تحت، لما تدخلي لها هوا تفرد معاكي اكتر. احنا في الفيديو هنا شوف الازاز بدا يبان من تحت اهو، في الفيديو من هنا ممكن تعملي كده وتزقي كده، تعملي كده وتزقي. وبالراحه وبهدوء خالص، خدش حاجه. لازم نعمل الحركه دي، ندخل لها هوا من تحت. هنخلط من النص. الحته بقى التخينه ديت خلاص هنبعد عن النص بقى، لان هو جاب اخره كده. خلاص انت فاهماني بقى اهو اهو اهو. طبعا ان انت ما بتعملي في الطاسه على البوتاجاز من فوق، تعرفي حاجه، تعرفي ان هي دي لازم تبقى رفيعه عشان ما تاخدش منك وقت. خلاص اهي حلو كده، الزبده بتاعتنا بنقلبها. الجو بارد عندي اصلا، شوفي الزبده بدات تتقل تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اقل كميه دهون هتيجي معاها، ولازم بعد ما تطبقيها وكده تسيبيها تريح برده شويه، نكون عملنا 2 3 ولا حاجه. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم، هتقفليها كده اهو. شوفي ممكن تحطهم فوق بعض وممكن تحطهم جنب بعض، انا هحطهم فوق بعض كده. بس ما دام هحطهم، بصي لو انت مش عايزه سمنه كتير هتحطهم جنب بعض، فاهماني؟ لكن كل طبقه اهي انا مش حاطه كتير، لو كده ماشي، لكن لو كده لازم تحط بين الطبقات. خلاص انا حاطه يا دوبك تلحيسه، خلي بالك اهو، ونقفلهم كده مع بعض، خلي شكلها حلو. خلاص كده، او ممكن تعمليها كده اهو، وهنسيبها تستريح. طب انت هتسيبها تستريح ليه؟ عشان لما تيجي تفردها بعد كده تفرد معاكي. استني بقى ايه لما نجيب حاجه نحط عليها. الصواني ما شاء الله عندي يعني ايه حلو خالص. طيب شوف العجينه مريحه وجميله، شايفه عامله ازاي؟ انا الصراحه يعني ايه مش عايزه اعملها بالزيت، الدنيا هتليط معايا اهو. احنا هنحطها ونركنها جنبنا عشان ما تاخدش مساحه على الفاضي. نعمل 2 3 كده على النار من فوق، وبوريكي برده هيتعمل في الفرن ازاي. تحت النار من فوق الطاسه بتبقى حلوه بس رقيقه، يعني لو عندك عيال بتبهدل عايزه حاجه سريعه
الشتا داخل والدنيا بتمطر وعايزه تنجزي مع العيال، فهماني؟ موضوع الدقيق ديت اللي هي النشابه دي بتكتم العجين، فانت لازم بقى كل شويه تحركيه عشان ما يلزقش برده تحت. واحنا بنحط ايه دقيق كده يعني يا دوب. بسم الله. شوفي بقى بدا يبقى فيه تلزيقه، تروحي حاطه صمامه كده اهو عشان انت ممكن تفرديها وتبقى شفافه وتيجي تشيلها تاكلها تقطعي. الدنيا ما انهدتش، انت دي اصلا بتتعلمي، بس انا بقول لك حاجات ما تقعيش فيها للامانه يعني. شفتي؟ وطبعا احنا الفطيره بتاعتنا حجمها صغنن خالص. لازم تدخلي الهواء من تحتها. الحته دي تخين سميك. ومش هتبقي محتاجه، شفتي بقى اهي لانها صغيره هتقدري تتحكمي فيها وتشيليها وتحطيها اهي، ودي ريحت اكتر من الاولانيه. لو فوق على البوتاجاز لون الازاز بدا يبان من تحت، فانت كده تعرفي انك ايه. بصي شوفي عامله ازاي، استنى شوفي الورقه بتاعتها عامله ازاي وفنها خالص. اللي يقول لك لفيها وهي تخينه ولما تيجي تفردي لا مش هتنفرد، هي هتديكي نفس التطبيق اللي انت مطبقاه. براحة خالص بقى لو عايزه تفردي حته معينه انت شايفه ان هي تخينه اهي، خلاص الزيت بتاعتنا الزيت الكل اهي. شوفي حته تقوم خالص، دي ما بتكلفش خالص زي اللي فاق زي القديمه اللي احنا بنعملها. لا اله الا الله، صلوا على النبي، صلى على رسول الله، لا اله الا الله. ماشي يا ست الكل خلاص. هنيجي بقى ايه، تحطها في النص كده، هتحط دي فوق دي، يبقى دي لازم تندهن عشان ما تلزقش في بعض. ولحظه ايه ده، احنا عاملين يا دوبك عينات يعني عينات سمن وعينات فوق اهي خلاص. ودي حته صغنونه كده اهو كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، تعمليها كده اهو اهو اي تطبيق اهو اهي اهي خلاص. ونروح حاطينها جنب اختها جنبنا اهو خلاص. ودي ديت منمقه عندي، دي تقدري مثلا تعملي شكل. اصل يا بنتي اللي بيفرق معاكي انك مطبقاها مش التطبيقه، اللي بيفرق معاكي التزييت اللي جوه وانك فرداه. نعمل كمان واحده ماشي، ودول هنسويهم على البوتاجاز من فوق، وانا هعمل واحده كبيره في الفرن واوريكي بتاعت الفرن برضه. بتاعت الفرن ممكن تعملي زي ديت وتحطي اتنين تلاته جوه بعض. شفت العجينه عامله ازاي؟ وطبعا في الشتاء المعجنات بتبقى جميله، العجينه نفسها بتبقى حلوه، تاخد وقتها وتستريح والجو ما بيبقاش حر. اهو انا معايا كيس دي اهو، بحطه في جنب حتت صغيره اهو. ولازم تهوي العجينه، في طرق كتير فرد للعجين. هتقولي لي هو انتوا يا ستي احنا مش بنقلف، الموضوع مش قران، الموضوع عجينه خفيفه خالص بالميه والدقيق، وبتحطي مكانها سمنه، ما بينها طبقاتها سمنه او زيت، زيت وزيت ده يعني عشان ما تلزقش في بعضها. بس كده تعمليها باي شكل انت عايزاها بقى. العجينه مريحه معانا اهي عشان عجنينها حلو مستريحه ما بتنقطعش اهي. لو انت اول مره في حياتك تخشي في المطبخ هتعملي دي، تعمليها وانتوا قاعدين بس. هاتي سمنه نفخت اهو، شفتي بقت تنفرد احسن من العجينه الاولانيه. صلي على النبي، وحيد الله لا اله الا الله. كل حاجه ما بين ايدينا خير، افهمي الدنيا ماشيه ازاي وقواعد كل حاجه ايه. هتقولي لي هو المطبخ فيه طبعا الطبخ له قواعد وقواعد كبيره جدا، وانت لو بتحبيه وعايزه تفهميه هتبقي احسن من اللي معاها كليه، احسن من اللي معاها اقتصاد منزلي واللي معاها تغذيه. اشتركي معايا في القناه بقى، تابعيني كده، واتمنى تكوني شفتي فيديو خميره الحلويات اللي موجود معانا، خميره قصد اسمه ايه الخيار المخلل. كل لما قدرت ترفعي هيديكي توريق اهو. شفتي بقى التوريق؟ بصي 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 اهي، شفتي عامله ازاي؟ شفتيها؟ شايفاها اهي. والعجينه بتاعتنا مش مليانه دقيق ولا حاجه، تغبيره بس تعفيره كده. يلا نحط الزبده، صغنن شويه صغنن كده. وطبعا احنا كنا عاملين فطر مشلتت على الحله، تفرديه على الحله، نبقى نفرد كمان واحده ولا اتنين معاكم هنا كده. شوف بس وقت الفيديو اهو،
زبدة الفلاح ما بتخنش يا قطايط، حته جميله اهو. خلاص كده حته صغننه خلاص كده بس عشان ما يتزقش في بعض اهو. معانا ثلاثة اهو. ليه؟ تسيبيها تريح. تريح معاكي. تريح معاكي. ممكن تقفليها من اهو، بس انا هقفلها بعد ما نفردها. يعني بتسيبيها تريح معاكي شوية كده. ممكن نيجي نفرد بعد كده. أول واحدة. شفت الهوا ده ما تطلعيهوش. الهوا ده دليل نجاح الشغل بتاعنا. بنرفعها شوية لأننا هنعملها على الطاسة من فوق، لكن لو الفرن تقدري تعملي كذا طبق. ماشي؟ وبعد ما نفردها الفرده ديت بتغطيها برضو بالكيس بتاعنا ده اهو. بصي اهي شفتي النجاح ده. بصي الهوا ده ما تطلعيهوش. تسيبيها بعد ما فردناها تسيبيها تريح نص ساعه، ودلوقتي هتريح نص ساعه اهو، ويبقى على طاسه تكون بسم الله ما شاء الله حلوه شويه، يعني ايه تقيله وعلى نار هاديه شويه. والثالثه طبعا لسه نغطيها كده اهو، واوريكم احنا بنعملها على الطاسه. ونفرد بقى نسيب دول يريحهم، نشيلهم من هنا اهو، المفروض يريحوا في مكانهم بقى اهو. نشيلهم من هنا كده. انت كده فهمتي اللبه بتاعت ده. طيب بنفردهم ليه؟ عشان ما يبقاش واخدين ايه. تخيلي دي انا بعملها بزب بقى هتلزق وتليط الدنيا. ماشي وبهدل الدنيا، لكن بالدقيق جميله الصراحه. نفس العجينه بتاعتنا ديت تقدري تحشيها جبنه، تقدري تعملي ثلاث فطاير وبعدين تشيل الباقي. كده هنحطها وتسيبيها تريح، تريح شويه. لو ما ريحتش بعد ما حطيتي فيها السمنه او الزبده وبعدين فردتيها تبقى مبلطه في الطاسه او مبلطه برده في الفرن ايا كانت الطريقه. في ناس بقى تعمل مندلين جوه بعض كده وتحطها في الفرن، يعني نفس الطريقه بتاعتنا دي بس تحط الفتره الاولانيه وبعدين الفتره الثانيه. ما تاخدش وقت خالص. ممكن تعمل خمس فطاير حسب الصينيه، ممكن تعملها فطرتين، يعني تحط واحده تفردها وتقفلها وتفرد الثانيه وقبل ما تقفل عليها تروح حاطه الثالثه. ايه الموضوع ايه بسيط خالص. الحتة الجوانب دي كتير. يعني شفت بقى عامل ازاي؟ هي خالصة. مش مهم الشكل بقى، الشكل ده هيظبط في الآخر يعني. انت بتقفليها زي ما انت عايزه، ما دام هتحطي طبقه فوق الثانيه تبقي تعملي كده وتمسحي الفرشه بتاعتك اهي. الحمد لله يا رب يا رب عفاك ورضاك. خلاص كده اهي، وديت فيها سمنه. هتسيبيها تريح، تيجي تفرديها هتلاقيها منفوخه معاكي وجميله. طبعا يبقى سخن الاول وبعد ما نحط الفطور بتاعنا نجيب الفطور هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب الفطور وبعد ما تفرد الفطور يستريح معاكي. هاتي الفرشه، هاتي الفرشه، شوف فرشه. هاتي المقص السلك الواحد، هو لازم له زيت من فوق من تحت. المقص ده هو ده هو. احنا كده ضمننا ان درجه الحراره مظبوطه هنوطي، ولو عندك غطا حلو تقيل حطيه على طبعا شويه الزيت طلع كتير ما شاء الله عليا يعني. بصي النار ما تهداش قوي يحمص معاكي ولا يبقى محروق معاكي. ممكن نفس الفطور ده، نفس الفطور ده تعملي بيه تحشيه سكر، تحشيه شوكولاته. الزيت بقى طلع معايا انا كتير، المفروض يا دوبك تفصل من فوق ومن تحت تبقى من اقصى زيت بس صغيرين، بس هو مكبر مني من الازازه. الزيت السخن من فوق من تحت بيرفع درجة الحرارة. النار بتاعتي لا هي عالية أوي ولا واطية، وعايز يتقلب ودهن شوية عشان يستوي. نعم.
شايف الرغيف ده؟ احنا ممكن نقفله من هنا كده. انا عايزاه ايه؟ احنا بنرفع الحاجه اللي هتحطيها على البوتاجاز تبقى رفيعه عشان ما تاخدش معاكي سوا كتير. طب دي بقى تحطيها على منديل. انا هحط كده ما شاء الله زي ما انتم شايفين. طبعا دي فطيره حد زرها دلوقتي هي سخنه. شوفي التوريق عامل ازاي، هي سخنه خالص وريحتها جميله جدا، ما خدتش سمنه كتير ولا اي حاجه. شوفوا النضار عامل ازاي. وديت دي فطيره واحده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه جدا يا جماعه، معلش اهو مش عارفه افتحها. الصراحه جميله يعني، انا كنت ناويه اعمل في الفرن، العيال هنا وقالوا لا كملي لنا بدري اهو، مش عايزين في الفرن اهو، دي احمرت مني شويه. وهكمل بقى الباقي، بسيبيه شويه يبرد بيبقى طعمه جميل. وتعمليه في بسم الله ما شاء الله، اهي شفتي التوريقه. بس بقى قبل ما تيجي تعملي بتفرديه نرفعه بس شويه عشان ما يبقاش تخين عليكي في الطاسه اهو، وتسيبيه يريح بعد ما تفرديه ربع ساعه يطلع معاكي ايد وجميل بسم الله ما شاء الله. هروح بقى اكمل بقيه الكميه اللي معايا ديت عشان بقى العشاء، وتفضلوا معانا وتابعينا هتلاقي معانا فيديوهات جميله. وادعمينا عن طريق تطبيق ايكون، شكرا جنب اللايك والديسلايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.